لكم دو روتور على ستاسيون جوهر اف ام. ايبن فوالا كرهبت بالتي تويكا دخلت من البي دي زانج متجهه نحو القنطاوي في سرعه خياليه وسرعه البرق. سياره من نوع 407. نحاول نقرب شويه مع طارق باش نشوفوا الماتريكول نتاع الكهرباء. تونس 147 505. احنا نتجراو راه كرهبت بالتي بالتي اللي حسب هكا معناتها المعطيات الاوليه، على خاطر انا نعرف وفي بالي انه بالتي جاي عنده قضيه لهنا مع رمزي عبد الوهاب، دونك عنده خدمه ابارامون ولا عنده دي ترافو ولا ما نعرفش زياره خاصه. معناها رمزي عبد الوهاب هو اللي نسق معايا العمليه هذه نتاع البراكاج. احنا وراء كرهبت البلتي، البلتي قاعدين نحاولوا انه نحاسروه. فما برشا كراهب، برشا سيارات، برشا ناس ابارامون العبيدهم براكيو بلتي اليوم، مش احنا باش نبراكيو بلتي ولا جوستومون. فما بولو تجري 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 تحب تبراكي بلتي جوستومون. فوالا فوالا بركيت بلتي هاتيها الصحة عاونتنا في الهبطة نتاع البي دي زون. سي با بوسيبل العباد ولاو يبراكيو ولا شنو الحكاية معانا؟ خلينا نشوفوا. سي با بوسيبل. باهي شكون اللي براكي لنا بلتي؟ خويا لاباس على ساعة مانا نتبع فيك. السلام عليكم اخويا، مرحبا بيك. الفنان بلتي اخويا نسمع فيك مباشرة. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك. حليت الراديو ساعة تعرف شنو هي؟ فزعة هذيا. فزعة. فزعة. فزعة على في بالي بيك ما تفزعش. والله زوز كراهب كيف كراهب معناها يتبعوا فينا سي با نورمال. سي با نورمال. يقولوا انه بلتي يفجع. انت كهبط لي خفت انا تراجعت في البركات. يا خويا سامحني يا خويا بطل. لاباس عليكم؟ الحمد لله. جوهر اف ام. برنامج براكاج. جاي رمزي عندك مع خدمة؟ والله بو مش خدمة، عندي مدة ما قابلتوش وبركاز هذا زادة. عندي مدة ما قابلتوش وفوالا معناها حبيت تشوف نتاع الحكاية اليوم. عندي مدة ما قابلتش لهنا سوسة ونمشي أن بو أون روتار. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير وإن شاء الله عيدكم مبروك وربي يحفظكم بخير إن شاء الله. فنان بلتي احنا تو براكينيك، ما نعرفش انت معاك العائله فرامون. والله معايا المدام ومعايا صديقي. صديقي. شوفوا المدام. كملوا البراكيوكم احنا. مدام رجعت من البراكاج. ناقص فين الراديو؟ شنو ترجعت؟ هذا ما ترجعش. صديقك ماهوش مفجوع معناها. صديقي ماهوش مفجوع على خاطر صارت لنا مرة وتبراكينا. فهمتني؟ وهو عمل كيما شو اسمه؟ جات له خطا في الترانسبورتور. يعني رجع عمل برشا كبير موقف في الصون الور وجاو بيه. فهمتني؟ بيجيني. هاو هاو. احكي لي كيفاش طلعت انت يا اخي. من العشية حتى الراديو جوهر اف ام وكلت بلتي عزيز علينا وخونا يلزمني نقلها بيه. عايش خويا. فماش حديث قعدت كريتني في رونبوا عملت دورتين وجيت قدامكم قعدت نستنى. انا نفرع في البورتابل تلفت ما كانش يصير الكرم تاع جوهر اف ام 100% يطلع. انت كنت معك 407 ولا الحديث اللي فما الحسيب وانت ما كريت ديجا بعينيك معناها. اما لا تمام هذا بركات تاع ناس طيبه معناها مش كيما بركات اخرين معناها كاميراويات ايفون يبركي بايفون. وانت بالواحد بالكيت نتاعك ليش ولا ليش؟ انت تو اون ستريمينغ ديجا معناها الناس تتفرج فينا فيا لا كاميرا. السلام عليكم. السلام. من بكري رمزي تقولوا بواحد براكاج واحد كانوا بلتي، براكاج اثنين كانوا سمير الوسيفي. عادي تغنيت مشاو ل اون بليس كنت راهي في التليفون معناها سمير. فوالا ان شاء الله نهار السبت مع بعضنا معناها ممكن هذايا ثاني مرة باش نغنيو الغناية اون لايف انا وياه ما وجدتش قبل وفوالا طلع الاحتمال الاول يعني بلتوش بلتوش. دونك هي المدام بحذيك. اما انا قلت الفنان اللي بنات الكل تحبه. قالوا بلتي يعني شنو تغير هي تغير ما تظهرش فهمت شنو دخلاني لا ابي تو اسمعني معناها ارتيست ولا سور يعني فهمت معناها مش ما عنديش حتى مهنه اخرى ترى سي نورمال معناها في جمهور يشتاق ولاد وبنات ولا هذه هي مهنتنا معناها عبد يسمو يضحي سواء معناها المرأة ولا الراجل معناها يسمو يضحي معناها تستمر المسيرة الفنية في الفنان بلتي عندنا برشا نحكيو معاه برشا حكايات. احنا تو باش نبراكيو باش نختفوا
الاستقبال باش تقعد معنا حتى الثمانيه. والله انت والمدام وصديق صديقك اللي صديقي هاو من هنا خويا. خويا قداش تجري يا خويا؟ ها عمرهم ما بركيهوك. لا تعطيني برشا مرات. أنت برشا عمرهم ما بركوه. أنا خطي كثرة فتاة جنوية. صارنا فريود الثورة. فهمني نلقاو الكبراء شكاية. معناها عاملين حجر وعبيد بسيوفة وسلاكن. هو عمل مرسيدية 100 ألور والحمد لله يا ربي معناها خرجنا سلامات ومريقين. أنت ما تخافش من البركة. لا يخوف. معناها بركة زعما أرمية يخوف. بركاش بسلاح يخوف. ربي بركاش. السلام عليكم. بورتون يعني مشيت لليبيا فهمتني وشفت معناها انواع السلاح اللي تخيلوا في مخك معناها العباد كلها بالسلاح فهمني عباره على اون بون اكسبيريونس. السلام عليكم. اكسبيريونس باهيه وعبد الحمد لله لاباس عليكم. الفيزيتور نتاعنا الكل جاو دونك هنا في البيريفيريك نتاع البي دي زونش يتفرجوا على بالتي. ميرسي بوكو. ميرسي يعطيكم الصحه. ميرسي بورود. انت عمركش بركيت حد؟ لا بس لا ما نعملش لا قريب حتى هكا عقل صغر ولا عقل طيش ولا طيش لا عقل صغر نسرق الغلة نسرق من الفريق وعلى صغار نسرق كاساتيه فهمتني اما تيش صغر معناها ماهيش موش مرض نتاع سرقة يعني فهمتني. انت ولد حومة شعبية شخص شعبي علاش تسرق من الفريق ولا قال اسرق من بلاصه مضخمه؟ والله يا اسمعني البلايص المضخمه عرفناهم كبرنا معناها حد حي زهور وانا صغير حد البلاغجيه معناها نجم قصبه وين كان بابا الله يرحمه فهمتني معناها ما كناش نعرفوهم الحياه هذيا الحياه وان بليس الحياه الراقيه فهمتني توا نعم بوزيلك عايش خويا وان بليس توا قلت لك وليت فما سميهم بيني بوليس معناها بوليس الكل شعبيين فهمتني فما تعبيات كي يوريو لاباس عليهم و فوالا يعني حتى هكا اون غاف تشوف برشا بالبيك يتابعوا في ليميسيون مع كلمة براكاج شنو نقول بالك؟ ربي حاجة على براكاج ترى؟ ربي على مقود. السلام عليكم. ولا لي زوديتور. كل عام وانت بخير. السلامة. مرحبا بك. كل عام وانت بخير. السلام عليكم. جيت تشوف بلتي؟ ماهيش زاد يعني تبغى وزارة من الصباح عشان تلقى براكاج. مرحبا يا سيدي. يمكن أكثر أخي. عايش خويا. السلام عليكم لاباس. الحمد لله. فضلك يا ربي. لا ما انا فضلك براكاج تاع ناس عاقلين تاع ناس طيبين معناها. شو به؟ عاد احنا محمد ظاهر منوش. اخويا ربي معك الله يكمل في عونك اخويا ربي معك عايش جاي سلام محمد براكاج ناس كل تعرف لي انت بلتي ما يعرفوش لي انت محمد بلتي انا اسمي كامل محمد صالح بلتي فهمني صالح على اسم امي الله يرحمها سميتني على الولية نتاعي على اسم سيدي صالح بلتي وجهها كل النعم وقلها بالبركة الحية الولية هذاك راهو باش يطلع ولاية باهي فهمني هكا هو سميتني على على اسم بل قبل ما نمشيو مع جوست الاخبار احنا مش نبركيوك ناخذوك في ساعه ثانيه معانا انت والمدام وصديقك اون سلام اون غاب معاك انت براكاج نسمع حاجه صف ما شاهدت صف ما شاهدت والله ربي بعدنا على البركاجات اختنا من السلام واختنا من الراب طبعا خاطر عطاير عطاير بلدي عطاير اختنا من البركاجات تحكيو في حاجه اخرى قول عطاير عطاير مركش في الحومة راكش بحر باب الدار جاوز وز أصحابه هزوا السكرة في البار يقبوا في البنيولة دي راكت السنتر بيل بدات السكرة بالبيرة ثمانية متاع الليل برشة بابس فرغت برشة بابس استعبدت بدات الشيخة تطلع وبدات معها حكايات من حكاية لحكاية واحد من أصحابه بيان تضحك من تحت العينين بدات حمار والله عياط وكفر وصياح وفوضى في البار صاحبه واللي دوام بالغدرة كسر شقف تغلو تغلو مسكور على طول وخرج بخر نفس يتطخ في دمه من بعديك بات الحس اللي دغره هرب وقطع من بعديك طاح هو شد الحبس ما صح وعمره راح هذا معناه جوست هي البرنامج هذا هذا برنامج باهي الغنايه اسمها ستوب فاينانس يعرفوها تصور معناها برشا عملت 2 مليون بيو وتحكي على الفيولونس وتحكي معناها ستوب فاينانس معناها معناها ليل العنف ولا وربي بعدنا على البركازيات وعلى العنف وان شاء الله تونسنا بخير برشا دي زوديتور جاو لهنا باش يشوفوا بلتي نخليكم مع مواد الاخبار بلتي خاطفينو سلام عليكم خاطفينو 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 في الكهرباء نتاع جوهر اي فهم بقاو معنا استناونا بعد الاخبار من بعد شويه مرحبا بالناس الكل
On est de retour à la station FM. Le public au Maroc des écoles nous fait des films à la fin de la partie. Un petit film, c'est un film. Des visiteurs qui ont fait le streaming. Ou pas, je suis venu à la streaming. Ils font jouer l'émission à Piana. Si bien, c'est pas dit, on est venu à la route. C'est la route 66. Par contre, on n'a pas aidé. على روحي، فرضت على روحي، حتى جمعت روحي معايا، معناها ما كانش معايا برشا، فهمتني؟
Ouais.
تست معناها نجم نقول لك 95% اللي معناها تنفع الدنيا ربي كومبلي وهذه تشهد من نقول لك بالصوره وبالصوت. انا نتذكر بنزرت تاع سكسيس نقول لك حتى انا نتذكر بنزرت تاع سكسيس انا نرجع لحكايه بنزرت النظام دخلهم كل صار دخل واحد اسمه كنت فرق في فرق في بلتي والله انا نعرف انا نعرف متعدين حفلات عبيد قصة اسمعني عبيد قصة حكي على كرتاج بنزرت ما نعرفش كان سألتني على كرتاج راني قلت لك صحيح بنزرت حتى اسمعني حتى كرتاج كنت عمل فيها طعنا وضعي سي عمرنا ما تبرمزنا ولي عمرنا ما تبرمزنا في تاج مكاجين ديما الفيستيبال دي زورغانيزاتور اللي يخدموا يحيطوا اللي تبدا فيش اللي موجوده في تونس رمزي سمي بوسيف بلتي بندير ماه ما نعرفش فاهم شنو سينو حكيت معناها مهرجان فيرب ومهرجانات الحمد لله يا ربي انا معناها لاني قلت 95% من مهرجانات كومبليت فهمتني كل شيء تدخل فيها ما نعرفش انا اللي تيكي تعرف احنا كيما نقولوا فيها السيبل نتاعنا كلها دي جون ودي جون زادوليسون فهمتني معناها 10,000 كيف نقولوا فيها السيب معناها فما حتى تغني في الكيكي دي فوا فهمتني لي كومبري تلقى 20 دولار 25 دولار حتى تقول لك الاورجانيزاتور تخمم في البيجا فهمتني اما باش تربح فلوس ما يهمناش في سوق كابيست ولا اعطيني انت دو كوا تي كابابل ارتستيكمون اسكو انت كابابل باش تصنع باش تصنع لي كيوب والدور فهمتني وهذا يقول لك اسمعني معناها تدخل في امور ما نعرفش انا بالاكسبيريونس ابار اكسبيريونس تدخل في امور كريديبيليتي مصداقيه فهمتني فما حاجات كل شيء تحب تمليك فهمتني مش تصرف عليها 100% كيبات وبرومو ما نعرفش شنو وما تاخذش حقك احنا وصلنا دي مويان افور فهمتني وصلنا وصلت حتى تلعبها حتى من غير ما تشوف وجوهها ولا تشوف كليبك ولا تشوف تصورها من غير ما نظروا في كليبك تحبك تصنع بيها فما انسان قاعده تخدم وانا من بالكونفيرونس الباهي الحلوه معناها تقع في اطار النزاهه معناها لازمون فما كونفيرونس خارجه اللي هي الكلاسيك واللغه اللي قاعده تتداول على الفيسبوك هاي برشا معناها انك معناها تتكي عبد وتقول عليه كلام غلط برشا فهمني هي برشا رحلات قاعده تحكي لك فيها فهمني سينو فما هي قلت لك عمل سيري فما توا ما شاء الله هاي جي بي جي معناها قاعد فرق كدا يخدم على روحه فما وود كانس خرج لي هيرمون مرحبا صدق وهو تستخدمه معناها فاسح فما برشا انسان فما انسان ديما وفما انسان يشق على الطاولة ومن الانسان العظيمة اللي قاعدة تخدم توا هو اللي قاعد يحضر في البوم وفما جروب ديالنا زاد ولاد البلاد فهمني يعني انا قلت لك فما جينيراسيون جات من بعد اللي قاعدة تخدم فهمني ليماج اللي انت تقدم لي معناها في لي رابور ما عرفش علاش تحس ديما ليماج نتاع لي رابور مربوطه ديما ببيئه سوسيال معينه معناها ديما بناس خارجين الحبس ولا ناس مدمرين ولا ناس ما نعرفش يعني فما كلاس سوسيال معينه مربوطه معناتها بليزيكون نتاع الراب كيما ساعه معناتها نعملوا في الكوبي كولي مزوديه معناتها اولاد احياء شعبيه ومدرا شنو فهمني شنو علاش تحس كيما في امريكا سي نورمال نحكيو على راب نحكيو على التوز ولا نحكيو على ما اسمعني كي تقول لي امريكا ما نعرفش تقول لي امريكا مش علاش؟ با فورسيمون باش تكون
الراكور خارج الحبس ولا الراكور في صالح ولا مجنح فهمي هذه إيماج تقول حاجة وندكتنين ما عندي أمريكان اللي هي تدخل في الكروماسونرية على الموزيكا فهمي أنا مرة عجبني إيمان أمريكاني إيمان سي كونفيرتي ولا مسلم فهمي يحكي على ليزيكزومبل تاع الراكور قال 50 سنة مجنح يبيع في الدرويد وميكل تسع كراتش وبدلوا كل تطوير اسكو بون اكزومبل اسكو هذيك يرو والحق بطل معناها باش جينيراسيون تبعو هاو قاعد يفسد في المجتمع يعني ما ناخذوش مالوريزمون برشا رابيات قاعده تاخذ في لي رابور امريكان كوم اكزومبل فهمت قصدي؟ خويا ناخذ اكزومبل باهي عربي وانجليز ومسلم وولد حومة ويقدر ويحب يوصل ميساج بوزيتيف انا باغ اكزومبل فما برشا غنيات تحكي على الصف فهمني تشجع على الصف انا كونترها فالفرنسيه قول لي علاش انا مثلا كنت الحكم تاع الصف في تونس فهمني انا انت دفعت عصا كيفاش تقول حاجه دفعت عصا انا ودفعت الحكم عام ضد ضد الحكم اما ضد التلقيح تاع الصف ضد الليغاليزاسيون خاطر كنت تقول لي ليغال نخاف على ولي حومتي صغار ونخاف على ولدي الاخر يبدا 14 ولا 15 يبدا يولي في بوان فهمت كنت تقول لي ليغال في بوان فاهم شنو معناها اسمعني فو دوني لو بون اكزومبل سي فري نقصد كلنا نقص وكلنا معناها مانيش مليك انا تشوف فيا في كوتي بي وفي كوتي خير مي او موان نوصلوا ميساج بوزيتيف فهمني دي حتى اسمعك تقول لي سامحني انا 10 سنين اخرين مش نقعد الرابي مش نقعد الرابي انا فهم ميساج بشي 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 تبيعوا له معناها دي جينيراسيون فهمتني معناها 20 سنه قدام ما حد يقول لي راح عندك اول بيه اللي يسمع هناك وصبوني ما طلع لي كان كل يوم فاهم شنو تعدي فسد لي في ولادي ولا سي سا معناها لازم خذوا لي لو بون اكزومبل لازم توصل ميساج بوزيتيف سي فري كل واحد والايديولوجيا نتاعو من هذا مجتمع عربي مسلم ما بيتو من هذا عرب مسلمين ومحافظين باللي يسمعني باللي نفسه باللي تحب بنتي ما ديما نرجعوا للسورس نتاعي فهمتني نرجعوا لكلام بابا وامي ومستغرب ومستغرب معايا شوف في اون دو مو شنو موقف زعل شنو موقف بنتي هاني قلت انا كنت الحكم نتاعها يلزم معناها يحب ينقص الحكم وكونتر الليغاليزاسيون تاعي فهمت معناها ضد ان يزاتا يشد عام حبس وضد ان ركت هاي بالزبط صحيح شو الحل معناها الحل ربي بقى عليهم الستر والحكومة معناها وزارة العدل ولا المجلس التأسيسي هذا في الدستور الجديد يشوفوا حل وعليه ضد العام المسلم ياس سي نورمال كي فما واحد يتمنى لصاحبه ولا لخوه ولا لاي انسان الحبس معناها تحكيمك وبعديك يسد عام حبس كيف نقولوا فيها باش يعمل استبدال حقوقي يضرب 5 سنين ما يرجعش الخدمه كانوا ايتيديون يتحكم تحكيمه معناها فاهم اشنو هي ويكتب عليك اللي يقول لك الزرقاء دروكوز على خاطر عملت بيرو شيرش توصل المراحل تاع 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 سكيزوفرينيا فهمت شنو هي؟ انا اون توكا معناها كونتر ليغاليزاسيون كونتر الحبس معناها يشوفوا حاجه مثلا يخليوا الخطيب يصير يخليوا الخطيب فهمتني؟ يبيعوا القانون الفرنسي معناها لا القانون الفرنسي خايب برشا شنو؟ قانون فرنسي تكيف جونتا تضرب عام حبس معناها من عام 7 سنين اي من عام 5 سنين معناها قانون الاستبداد فهمت كيف؟ ومليون فهمت وعبيد ظروف يعلم بها كان ربي سبحانه وعبيد اللي فيت اللي فيت وكا هو اللي فيت اللي فيت انا مش خليكم ترتاحوا شويه مع المزيكا مش تشرب يا غلطي لا لا ما يستوي ما كويستي 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 صافي ها؟ نعم حر حر مش مضروب لا مش مضروب لا مضروب ها؟ خاطر بعد الديسكور بتاع الفتلة هذايا انا قلت لك هذايا راهي شوي كونتر الريكوزيسيون شوي كونتر حكم فاسح نظر الفرصة معناها فر فرصة زوينة شكون فر برشا عباد قبل تو اسمعني قاعد نشوفوا اغلبية الحضارة حضارة تاع الجرام يا تحركين يا الكل
السلطان عمره ما يعمل شيء. ديما كرموس ترونكيل عامل جو على روحه وي سيدي فهمني معليها اسمعني انا مرناي يسب واللي يتحبس فهمني يحكم عليه بعام وحنون خير من اللي تحكم على سلطان معليها فهم اسمعني ليه كونتر هكوم من السلطان عملتي عندك معناتها بركضة بالدبلوم ديفلوبي معناتها عندك توزيع تفرق بين الزطار والمحارب مع شرع مكل عندك صحاب الزطار سيكولي بيئة يعني سيكولي بيئة نحن كستي سيبون بطلنا ترادار كستي احمد يو لانكوراج بتاعك تعرف كاتيجوري الكل وتعرف تعرف معناها صحاب كيفاش تقعد تعمل ومحلاها كي تقول له اختارك وصيب عليك وفك علينا قبل باش تعمل حاجه اخرى شويه. ما انت فرونشمون معناتها الفودير اللي زاد بلتي صحيح هو عطى التصريح هذايا وانا نعرف انه بلتي قال اني انا ضد معناتها القانون نتاع عمو فيسبا كما يقول هو معناتها عمو علوش عمو علوش ولا اما جوست نعرف اللي انت في لي تكست معناتها نتاع لي شونسون نتاعك معناها بالعكس يعني انكوراجي لي جون لا عمري ما قلت باغ اكزومبل درست غناء مع الزرق اسمه مسؤول يعني على المعاناه تاع المسؤول وعلى الدار والحكم القاسي والضرب وبرا يمشي يبحث ووجد فلان وطيح فلان وفاهم شنو معناها قلت عباره على بيراميد معناها بيراميد معناها باش بيراميد كاملة بشكلية معناها من الفوقان اللي بيبيع لهم للي يستاهل معناها شام فهمتني شام وإن شاء الله ربي يرضيهم وإن شاء الله ربي يرضي الحكومة باش تنقح القانون يصير أقرب في الحال. خلينا رمزي عبد الوهيد اللي نظم معنا العملية تاع البركات أنت ضد زيادة القانون تاع عمرو خليكم مع الموسيقى خلينا نشربوا كيستي خلينا ترونكيل كفو شربوا الماء بقى معنا على الستاسيون على الفيل راجعين بعد ما زلت في ضيافتنا الفنان محمد البلتي وعزوجته الماسونة معنا من هاي ماسونة مش ماسونية حشاها لطفي انت تلبس برشا تقالب وشربك واحد ما تهموكش بالماسونية؟ لا موكش ماسوني معناها انت؟ واحد ترجع الماسونية يا نسأل فيك انا مسلمين امورنا بيه فهمني سهل ربي يدينا فهمني اما ليه الماسونية معناها قائمة بيت معناها في العالم كله والمانيكور معناها لي جون والمانيكور معناها السيستيم والاقتصاد وهي اللي تحرك وهي الدنيا كلها انت توا احنا موجودين في نوتر شير بوتيك ايلور زيما ديما نوتر شير سبونسور المره فاتت جبت لهم الحاكم تخبيو الكل اليوم فرحوا الكل اليوم قدموا امان بلتي شكون بركين انت بركين والله يا بركين ام بركين اسمك وشنو هي؟ شنو هي؟ بعد المراكش دونك حبيت نسالك خاطر هوني انا كوقت خممت في بلتي خممنا في ايلو خاطر فما برشا حاجات روشه في ايلو معناها فما يا بوكو دو كولور بوكو دو معناها بوكو داكسيسوار فما حاجات نتاع هكا رابوريت لا ساعة قبل كل شيء اسمع بلبس كيما رابوريت خلص النوفل عادي خلص عادي لا خصتي على نفسه عادي عادي دافع عليه تو انت؟ لا مش دافع عليه. برجع تجيب لك دجاج. عامل عندي صابر. باش نعمل لك سيتيك قدام الو. بلتي شنو هو ستيل لابسك؟ كيفاش تلبس؟ هذاك معناتها كيف انا رابور معناتها كا الشرك وكا الهيبيز وكا كيفاش تختار لابسك؟ كاسوال يعني اي حاجه تعجبني نلبسها. فهمتني؟ ما نحبش نلبس ياسر ديكور ما نحبش نلبس ياسر معناها كلاسيك. يعني حاجة بين ديماركي كومبليرس جين مقطع شكين يفكر سلوالك مقطع تقول برا تقولش عليهم براك يا وانا انت براك انت قطع دول فهمني يعني حاجة كي وشكون يختار لك الايروك يا دوما ولا انت واحد لا واحدي واحدي نصر حتى مرتي انا اختار لك بالحق ولا بيما نقف هنا في الكوتي اكسسوار هذا حتى مرة كي جينا الإيلو ديما نجيو الأكثرية نشوفوا الحوايج معناها
مثلا هنا في الشركة هذوما وتقالد بوكو داكسيسوار هنا تعالوا شنو الحاجات اللي تلبسها بلاي وريهم في ستريمينغ دونك هما الحاجات هنا هنا ستريمينغ فوالا هنا دونك هكاكا هذوما الحاجات اللي تلبسهم صفيحة الميدان هذا اسمه صفيحة شنو صفيحة الميدان يلبس الجيش شنو معناتها طابق الميدان نو هذا ريت لي سولدا اللي لطفي ربي معناها بطي صدقني ما دوختني وانت نحكي معك تعمل هكا في بوج معناها اقف في بلاصة تخش عليك تتفرج مست فيها كيف ولاد عاقل ربي بصفيك معناها مش مكتوب فيها اسمك هذا اسمه صفيحة الميدان هذا مدى لي واحد مثوار في ليبيا كي طلعت ليبيا هذا يعطيوه لي سولدا معناها في اللي غير يحطوا فيها الماتريكول تاع السولدار فهمتني لا قدر الله معناها كان استشهد ولا مات في الحرب يعرفوه بالماتريكول يعني تمام ولا معناها بون سوفينير نزيدو نشوفوا في لو مثلا شنو هما لي اكسسوار اللي يعجبوك فما عقيق فما اسيي هذا سي طون جون هكا الاسيي الحديد الشركه هذا لو عفسيوس اللي بيه بالحق مزيان والله شنو انت علاش عجبتك هذا حديد هكا فيها كور حديد وفيها نو عجبتني على خاطر بون خرج ستيل تاعو اسمه شامبالا فهمتني لي شامبالا هذوما يعني ريسك اللي راه تقول لك تلبس فيها فهمتني ستيل حلو ومفخم كلاس ياسر فهمتني هذا ياسر اوريجينال على هذاك عجبتني فهمتني باش تدي لي انا باش نعطيك 200 دينار انت تشري بهم شنو تحب اما انت ما وقفت لهنا قدام العقيق وشركه انت وقفتني لهنا حبيت نرفع لي زهره كان العقيق لا خاطر جينيرالمون بالحق لا بالحق اول مره كيف بالله قول اي بالحق بالحق كي يجيو لي ديما 200 دينار سو انا البلاك فانت لا بروميير اي اوفير سينون تجم تجي ديما الالول هنا تتعدى دونك انا عرفنا انا عرفت البلاصه انا عرفنا البلاصه وان شاء الله نجي لخويا نوفل ونقضي اه اما حبينا نختاروا معاك لي اكسسوار عندي لو خاطر احنا ديما ندورو في الدباج انا نحبش نلبس اكسسوار انت ليه نعرف تاك لي بس اكسسوار شنو بيوريني شنو الحاجات الاخرين اللي يعجبوك مثلا سلام مع البلطي مساجد مساجد سلام مع البلطي اسي دونك حديد وفيها هكا كعبات عقيقه لا ما فيهاش عقيقه لا ما خلانيش نصور انا كبير وحديد هذا ستيل اللي قلت لك عليه بريسك يشبه ياسر للشامبالا ولا هذا اللي فيها العين الزرقاء كما تاع الحسد مع العين تخاف من العين والله العين حق ديما الساحر حق بيان سور نخاف من العين معناها عبد ديما يحاول بشي يحسن روحه هكا هو معناها مذكورة في القرآن هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معينون يعني فهمت شنو معناها عبد ماك تعرف احنا دومينا في برشا مش العباد كلك تحب لك البيت فهمت مش العباد كلك تحب لك الخير يعني عبد يحتاط معناها لو ماكسيموم هو الحاجات اللي تلبسهم جينيرالمون عندك معاهم ايستوار مثلا كيما هذيا صفيحه الميدان ولا تلبس حاجات يعجبوك حتى ميم سي ما عندهمش فالور معناتها هيستوريك والله فما حاجات عندهم فالور هيستوريك و باغ اكزومبل كانت عندي شكه ذهب ملي متت الوالده الله يرحمها هي معناها ما عمرش لبستها فهمني خليتها كوتي هكا خليها تذكار بوزيمون فهمني هي ديتها لي فرحتني بها و يعني خليتها يعني خبيتها انت قلت لي نحب شويه هكا التجديد نقدم شويه بعد الكولور لي كولور دو لا سيزون فهمت شنو تلبس في كابور لي كاشكول هذوما مثلا يعجبوك واه عجبوني برشا لي كاشكول ديجا عامل كوليكسيون تاع كاشكول مع كاشكول هكا معناها كل كل استخدام من كل فما في الروز فهمت فما في الكوراي فهمت كيما هي ديكوراي هكا واه هذي عص هذي حلو برشا كل حاجه عفسه انت عندك لا هو حاجه اسمعني قال دافسيوس وهذه عفسه هذه عفسه هذه لغه ترابوريت هكا مش لغه ترابوريت مش لغه ترابوريت لا اسمعني ما لغه الشارع التونسي لغه الناس الكل يعني مش شنو مش نقول لك هذه عفسه فازر فازر فهمتني راقي سلبس على تمشي على النوار كيفاش تلبسهم ترى ورينا اون ستريم انا نلبسهم كيفاش مش هكا ستيل هكا طب يعني مش مع البيست ما يعني مع شميز مع كيو جاب ده عفسي وزياد هذا هو جوك لكافات سليم لا 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 أنا تباشا لا جبارية ولا بس كوستيوم ولا بس كوستيوم فورسي فورسي
ورانا لازم معناها فهمني فرحة عمر عبد يلزمه يتأنق هكا شوية فهمني يلبس لهم كوستيم يلبس كوستيم نوار شميس بيضة وكرافات فروج فهمتني لا كلاس وأنا ما شاء الله طويل يعني بس يعني صافا يعني شيء متي بعض أما الروج معناتها مو ضخمة شوية وانا نحب الروج انا قديم وفخار بكري ما يتكسرش معناتها الروج قديم على الاخر عام الثمانينات كانوا العباد هكا العروس يلبس معناها يلبس كرافات حمراء وفريزو تخرجني لا نحكي لك ديباسي يعني نحكي لك وش ديباسي مارس لاند هذاك مش هكا عملت فريزو قالوا لي هكا الروس خاري خاري الروس وعمل فريزو يعجبني اوكي. انا نحب نوصف للعباد انا كيفاش قاعده نعمل في الانترفيو بلطي يتحرك 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 يرابي بساقين دونك انا نتكلم ديما بلطي دخلنا لانه يقدر واحنا محضر البيت كثير كثير انا نعوجها برا انا شنو نسمع الطاير استنى ما حكيناش على البوم احنا البوم ان شاء الله بيانتو يخرج كنت تيجي هاد بوس نعم بوزين عسلامة تحفون عسلامة جد سلم على عمو بلتي تحية تعطيني بوس لحسام نعم بوزين عرس كبير ربي فضل الورد عايش بيه فهمت لكم ان شاء الله بيانتو يخرج كانت عندي اثنين شوية مشاكل في التخريج ما بيانتو خرجوا منه حاجات بروموسيون معناها في البوم كيما نجي مريف العاصمة وحنا راجعين لهنا فما حاجات خرجوا اون فيديو كليب ونقول قدرة ربي باش معناها بيانتو ندخل في رياليزاسيون تاع اربع كليبات جدد وان شاء الله بالتوفيق حاجة عطاير بيض العجيبة تاع الفون حاضر انا اغتنم في بيض العجيبة غنيتك اللي تحبها انت غنيتي جاي مريف للعاصمة جاي مريف للعاصمة جاي مريف للعاصمة خلي ورايا دعوي لميمة من عيلة فقيرة وزوالي لسمعنا عمدة ولا والي راكب في اللوا سرح بفكاري نتذكر الفقر تشعل ناري في الصغرى مشينا قرينا على الكريتة في صغري نسخايل ماناش في الخريطة جاي لتونس بشهادي وديبلوماتي وكتب قرآن مدتهولي مماتي ولد عمي تعرض لي باب عليوها بعد الحملة والبوس شربنا قهيوة حكينا على الحاضر والماضي وعلى الدشرة الفقر في دشرتنا صاحب عشرة لليوم أمي تجيب الماء من السبالة والشمس والقمرة في عود المنقالة إلى آخره التكست هذا شكون يكتبه؟ التكست والتوزيع يعني الأرانجمون أنا والتكست أنا وكل شيء يعني فما كريتيكس لنا وفي الغناية هذيا قال كلي هيك بلعك على الكريتة ما يقولش مماتي معك ولا أنت اخترتها لضرورة الشعرية والله يقول مماتي عليك يقولوا مماتي كل جداتي نقولوا مماتي جداتي ما جداتي جداتي عزيزتي فهمتني نقولوهم الكل معناها هذه هي اللي فيه مش نخسر بعض على مماتي فما كريتيك اخرى بس فما ناس تقول اللي فما معناتها ديفيرونس كبيره بين صوت بلطي في اللايف وصوت بلطي في التسجيل معناها مين جيب فيهم ديزانفورماسيون هذوما ما فهمتش انا ترى قول شبيك ما تغشش يا خويا بيع خاطر تجيب لي في ديزانفورماسيون انا نسال كيما نحب وانت يا خويا جاوب ما تحبش تجاوب قولي ما نجاوب لا نجاوب لا ما تتكاش عليا خويا كي نبدا نسال جاوبني ومن بعد تك عليك والله ما فهمتش ديفيرونس ما تكلمنيش بالافهم صوتي اسمعني صوتك يقولوا صوتك في اللايف ماهوش كما صوتك في المسجل ما فهمتش اسمعني صوتك في المسجل في الانجستروم لا مش مخدوم انا نخدم غيري في سبيسيو صوتي ما شاء الله خسير رباني هكاك معناها جراف رباني فهمت ونعرفوا نغنيو نعرفوا نغنيو صوتك بس هكا كانوا ما عجبكش السؤال لا ها على خاطر تجيب لي في ديزانفورماسيون غلط على الاخر علاش غلط على خاطر كيف قبيلك قلت لي جيت غنيت لهنا في سوسه في المهرجان ما غنيتش انا في المهرجان في سوسه صار تاع غنيت في بلطي هو انا نتذكر انا معناتها نتذكر في الصحافه عملت خاطر الحيه عندها برشا يعني من قبل الثوره نتذكر وقتها بالحق سيتي لي ديبي نتاع نجاح حفلات بلطي في المهرجانات ونتذكر وقت الصحافه المكتوبه حكيت على نجاح كبير نتاع مهرجان بنزرت برابور نجاح متوسط والا وقتها ما نعرفش يظهر لي صحاح لي ذاك النهار ما نسيتش بلطي
يظهر لي مهرجان تلغاه ولا تأجل ولا حاجة من نوع هكاكا. لا فما 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 مهرجان تلغاه. آه ولا فهمتني أنا ما مشيتوش أنا ما مشيتوش وصارت وقتها ظروف وأنا لهنا في سوسة. أما مش في سوسة مش في سوسة في المستير وقتها مش في مهرجان المستير نسيتها أي فرجيش فهمني فرجيش قصت العباد تسكرها وأنا ما مشيتش صارت لي مشكلة وقتها مع 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 المنظمين يعني فهمت وكان وصلنا نعاودوا نرجعوا للرجيش على خاطر المستير كان الرجيش ما مشينا لهاش معناها وعمري ما غنيت لهنا في سيدي مسرح سيدي الظاهر. احنا وصلنا لفان ديميسيون برتي في بالك والله والله وفيت ميسيون باش نعملوا ما نعرفش هذا باش تاخذها انا باش نبركيك هذا باش تاخذها ال باش ناخذها باش تاخذها باش ناخذها ومش شرك يجيو يعملوا دورة في الكوليكسيون نتاع الشركة فما حاجات مزيانين فما حاجات مزيانين عجبتني الشركة هذيك الميتال وعجبتني البراسلي النوار الكبير هذيك اللي فيها الميتال زادة شنو برشا وبعد كان دبر راسي برب على روحك هذا ترى بخاطر وفي الوقت فوالا فريمون في اموت فان فوالا يعطيكم الصحة واحلى بركاج ان شاء الله نرجعوكم كل نهار خميس بركيونا وجيبونا لهنا ليبيو نو فرونسمون يعطيكم الصحة وبرنامج عجبني برشا بديت بفجعة وفات بكادو حلو برشا فهمتني وكهو ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير مرة أخرى وان شاء الله نعاود نزوروكم ونزور سوسة ويعطيهم الصحة اللي يفرجوا فينا كل ان شاء الله عجبتهم الميسيون ويعطيه الصحة خونا نوفل اسمه حلوة برشا راهو جو باهي حقا انت عندك بوتيك جدا نتاع اكسسوار نوفل اي في شارع بندخان فوالا تري بيان دونك بالتي سيتي ان فري بليزير ان شاء الله ما نرجعلكش برشا لا لا امريك لا لا توا صاي بركتو على قلبي نو يعطيكم الصحة حاسة روحي باش نروح بضربة معناها نفست اللايف وصوت لا لا تفعليش لا لا تفعليش لا صوتي باهي راه في اللايف ولا في الكونسيستمون نو يعني اون بليف يعطيكم الصحة و يعطيك الصحة على الميسيون ويعطيها الصحة للكيب الكل ميرسي جوهر اف ام وميرسي سوسا وزعما نرجعوا لهذيك اوكي ميرسي بوكو دونك نوصل معاكم هكا الفان ديميسيون تاعنا اليوم نستناو الجمعة الجاية في لا سيري دي براكاج فما برشا مستمعين جايين نتصوروا مع بعضي هنا في السينما نحطوا في صغيرة محلية ومتوازنة ميرسي ليكيب فيف لسبري ليكيب ميرسي بوكو بيس 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 JawaraFM.net. Nous sommes là où vous êtes.